السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم النهاردة يا حبايبي بأحلى أكلة، أكلة الكرشة. طبعا يا حبايبي أنا مش هضحك عليكم، أنا بقالي فترة طويلة ما باكلش الكرش، بس دي السقط بتاع الأضحية بتاعت العيد. فأنا طبعا يا حبايبي إيه عملوها عندي في البيت وأنا مش متعود آكلها، فأنا هجرب معاكم هشوف نفسي هقدر آكل الكرشة ولا مش هقدر. إحنا نقوله إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة ورايا بتقع، اديكوا شايفين اهو. نجرب كده، بسم الله. ادي اول لقمة اهي. طعمها حبايبي مش قادر اوصف لكم. احنا هنبلع بالسفن، سيب اللي يقع يقع، ملناش دعوة بيه. هنبلع بالسفن يا حبايبي عشان طعمها يعني الريحة انتوا كلكم عارفين ومتخيلين وفاهمين الريحة، انا مش هوصف لكم الريحة عاملة ازاي. وانا اصلا طول عمري لو شميت ريحة الكرشة دي ما كنتش باكلها، بس المرة دي بتاعت الاضحية بتاعتنا، هعمل ايه؟ وبعدين في واحد صاحبي قال لي الكرشة دي بتضيع الكرش، فعايز اشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. بسم الله انا بجرب يا حبايبي معاكم. هنقوله ايه؟ يا رب قوينا يا رب. بسم الله. خلينا لو عليا انا عايز اعمل تحدي على السفن بس، لكن دلوقتي بعلن ان انا انهزمت وان انا ماليش في التحديات، بالذات تحديات الكرشة دي، وان انا مش هقدر اعمل تحديات كرشة تاني. واعذروني، وده اول ليا تحدي اخسر فيه. بحبكم يا احلى جمهور، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. باي باي.